اخوان الشجارات، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. غندوا على ماتش ديال الرجاء والمحمديه، ماتش اللي جبنا فيه 3 بوان. قلنا نبداو على هذا الماتش، واقع بزاف ديال المشاكل. شحال هادي ما درنا شي فيديو، شحال هادي ما دوينا، شحال هادي ما درنا شي حاجه. الجارات اليوم غندوا على ماتش ديال المحمديه، غندوا على بزاف ديال التخربيق اللي وقع. خليكم مع الفيديو هذا. ما لقى كلمه يوصف كاع الليبي، الا فينا تسمعي علينا رضاي حنايا كاملين، ولا راحتك ملقانا في الجنه اجمعي. يوسف بجاج اللي وقعت لي حادثه نهار الاربعاء 8 شتنبر، كان هو واحد الصديق ديالو فوق الموتور. المهم في المحطه اللي هذا ديال ليسي مصطفى المعاني، البوليس تابعين ولدي، جوج اللور والسيد اللي دفع ولدي واقف القدام، هما غاديين بواحد السرعه والبوليس تابعينهم. السيد اللي واقف القدام على حسب الناس اللي قالوا لي انه قام بالدفع ديالهم من هاد الجهه، هو كان قدامهم هذيك السرعه باش غادي الدراري كان ممكن يقتلوه لو كانوا سيبلوه، يعني لو كانوا حطوه في راسهم انهم يضربوه باش يحيد. هو دفعهم من هاد الجهه، مضروب الدراري من هاد الجهه، ودي مضروب في العين، مضروب هنا، مضروب في كتفه، مضروب هنا لان انا قلبت ولدي كامل مسكين الله يرحمه، مضروب هنا كرش مضغوطه، رجلين مخيطين. علاش سيدي انا نجيب لي الكفه لو كان بقى، انا نمشي نخدم كيفما شفتو الفيديو. قلنا يوسف الدري اللي قتلوه حقيقة كاملة سمع جوا مع هاد الأم ديالو، شت شي يقدر يوقع ليا أنا، يقدر يوقع لك أنت، يقدر يوقع لأي واحد، فهمتيني. إذا حنا خصنا ناخدو حقنا في يدنا كاملين. دابا ولا لي ريزو سوسيو بزاف، يعني فهمتي خصنا كاملين نتواصلو، فهمتيني. ولا لا مواقع التواصل الاجتماعي ولات بزاف، الإنترنت موجودة كاملين، تواصلوا اي مشكل وقع اللي موصلش لي صوجو بارطاجيو حنا كاملين على الدري هذا اللي شتو كيفاش الطريقه كيفاش مات، بغاو يطمسوا القضيه. المهم ميساج راه وصل في الفيديو هذا، الله يرحمه، وحنا كاملين ضد اي واحد شي لي حقه، حيت كاملين غنموتو، كاملين غيطلع لنا الحظ، ولكن بطريقه زوينه ماشي دابا يتعدى عليك ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين، ودوزو الماتش ديال المحمدي والراجا. ماتش المحمدية والراجا كيفما شفتو، إقالة الشابي لي كلشي بدا داوي الشابي، خصمه في 15 مليون فوالا الشابي، كنشكروك خديتي الفلوس لي عرفتي عليهم. هادي من حاجة، حاجة أخرى شفنا الطيبوبة ديالو، شفنا التراجويد ديالو، كاين هادشي كامل. وغادي حنا دوينا على الخدمة ديالو، حنا الخدمة ماشي هي خلي القلب بعيد، كندوي على الخدمة. فهمتيني الشابي ما كانش في اواخر الدراجة، هو جا في التيترات تعلق معاك 40 ماتش، خسر منه 4 ماتشات، النتيجة كتأكد هادشي، ما غنكذبوش هادشي كامل مزيان. ولكن في الاخير وانا كنشوفو خصنا واحد اللمسة، خصنا بزاف ديال الحوايج، ما عرفناش المشكل واش من الشابي ولا من اللعابة، ما عرفناش مناش. المهم هو ان الشابي حنا كنشكروك على اي حاجة، وسمح لينا على دوينا وعايرناك على شي اخطاء درتيهم، تحيه رجاوية. وحنا راه كاملين كرجاويين غتبقى هنا يخرجشي بطريقه زوينه. حيدو الشابين، شوفو هاد المدرب اللي جا فيه الموتس، مدرب بلجيكي كان عند بلجيكا في 2014، من 2012 حتى 2016 لعب مع مونديال 2014 مشا الربوع، فيه بزاف اللعابه بلجيكا كانت جميله مع هذا، ماشي مع هذا لا مع هذا، يعني تبعت الاسهم، حيت بلجيكا هي الاولى دابا عالميا.
مدرب كيف مشيو اليوم ضد واحد الناديه ما يمكنش تشوفه في الماتش الاول، حيت الماتش الاول كيبقى يدخل في التشكيله اللي دخل المدرب الاخر الاخره، يعني التشكيله الاخره اللي كانت هي اللي كيدخل بها، يعني باقي الماتش حكمش عليه، باقي ما غيوريكش الروداج، باقي ما غيوريكش بزاف ديال الحوايج. 3 بوا خص يجيبوها اللعابه اليوم، جابوها باش عندنا المدرب تكون كبدايه جديده، كبدايه انه موتيفاسيون باش تبدا الخدمه، حيت كون بدا بتعادل وخساره يعني تكون شويه صعيبه عليه بالفول. 3 بوا جابها، يبقى قريب من خوتنا فرق 5 نقاط الغريب اللي هو الوداد البيضاوي. حنا تابعين له فهمتيني، وقع شي تعثر شي تعليك هادي، المهم حنا خصناش نعطلو النقاط حيت هما مكيزبلوش النقاط. على الاقل قبل ما تسالي 15 دور الاول نكونو حنا قراب فهمتيني ولا لا، يعني مكونوش بعاد حيت حنا ضيعنا بزاف ديال النقاط. كيف ما شفتو كنا خاسرين بواحد زيرو، كرة جات من لا دروات من حدا، جات من لاريير غوش حدا صوبول سونترال جرب قلبها واحد ضرب باكية، جات عباسية مذكور ناعس ما معناش مذكور دول بيت، بقينا لاعبين لاعبين كيف ما كتشوفو، حتى جبنا التاني، جبنا الأول جبنا التاني، تينا 3 بواه. وخليكم مع التحليل هذا هو اللي غنحلو فيه باش تشوفو الماتش. واش الجراد، مرحبا بكم اليوم في ماتش جديد، غندوي على ماتش ديال الرجاء والمحمديه. كيف ما كتشوفوا هنا المدرب جديد في الموتس، مدرب بلجيكي اللي دوينا عليه قبيله في الفيديو. هنايا غندوي هنايا كاين واحد هاد لقطه تشوعات، انا اللقطه ديال بينالتي اللي قالك في اورجو، واش في اورجو ولا لا ما عرفتش اللقطه ليكم، انا جاتني عاديه ما فيها لا اورجو ولا والو، جاتني انا بينالتي بيل فار اصلا ما كانش في هذا الماتش، ما شفنا حتى شي لقيطه ديال الفار، حتى لقيطه هنايا بينالتي بينالتي كاين بعدا كاين، ولكن واش اورجو ولا لا ما عرفتش، القرار كيبقى الغرفة الفار هي هذيك، راه هما بار سكرانين اخويا بلي ماشي بواط تمايا. هنايا اللقطة ديال البيت مذكور هرس اورجوه كيف ما كتشوفوا، صيفط باكي الزنيتي ومذكور بقى ناعس، مذكور هرس اورجوه بقى يجي واقف عشيري، ما فهمتش انايا، باس زوين من لاعب مترجي ديال المحمدية ومذكور بقى يجي واقف مهرس لورجو بقى يجي واقف اخويا العرجون هنايا، ما فهمتش العرجون كتقصي وسط التيران كضرب مع راسك، كون شافك الاربيط ضرب شي داك خونا بهاد اللعيبه اللي في يدك هذيك والمصيبه، ما يقولش لك تقصي تدخل في الانرجي ها هي ضرب شي بيه، ما فهمتش اللعيبه السبيانين في الراجا كيداروا، ما عرفتش كون كل شي اربيط اخر الفار غيقول لك بوك هاك هذيك كتقصى برا هذيك الانرجي كدير لها الرق. سلام عليكم. هنايا الناهيري غنشوفوا هاد القيطه هادي مع الناهيري، كان لاعب ملاكس غيعطي على الارجون، الارجون باس لونغ للمذكور، المذكور خصو يدير لنا شي بوينه نقيق، يلاه واش البوينينات اخويا، بوينينه ديال 3 دراهم تزرق عليا، هنا كوره عند عرجون، عرجون عطاها نقوم نقوم باس ذهبي للكوياطي، الكوياطي جول اخويا، جول تا هي الكوياطي اخويا، باس طالق زوين نقوم. هاد السيد راه ديما كنت كنقول هاد السيد راه فيه شويه مغيزاش من مالونغو، راه مزيان كان خاصو حقو، انا ما كاينش اورجو حال هرسو اللاعب ديال المحمديه، قيطه نقيه كيفاش حيد البالون بوك بيت، الهربه كانت نقيه فوالا، كتحسب فيه الموتس هاد الشونجمون هذا اللي دارو الكوياطي، عطاها لعب واحد 30 دقيقة زوينه، بين فيها هنا قليبه اللعاب الكبار اللي كيديروها، الرق بيت تاهي الكوياطي. هنايا القيطه اخرى كيف ما كتشوفوا جات عند ميشولي، ميشولي خصو يخرج لنا شي باس بالحليب، بالحليب زرق فرج ليه كاع لي باس مشاو بالحليب، ما فهمتش هاد البلان هذا. هنايا كيف ما كتشوفوا كره عند العرجون بطويجنات بالحليب، بالحليب ها تشوفوا عاوتاني بالحليب شنو كيدير، غيسطيكم بالحليب والله تيهربوا ليكم، زرق زرق في رجلي ما داخلش في الماتش كيخربق، ما بغيتش ما كاينش في النيفو ديالو. هنايا كره هنا البيت اللي حيدوا ليهم، هنا بيت تخشات ماركات حيدوا ليهم، الاربيط ما كاينش الفار، حيت حنايا اي واحد كنعطيه حق
وفهمتي ولا لا؟ حنا التحليل علينا وعليهم، حتى شي واحد ما كناكلو حنايا ديالنا ديالنا ديالهم ديالهم، والله ما ناكلوهم في رزقهم. حنا كيف ما كتشوفوا حنايا ما عرفنا واش اورجي ولا لا. اللقطه غنعاودها لكم مزيان هنايا، هاي اللقطه واقفه ما عرفش الشك اخويا خصها ميستاره اخويا يدوز شي واحد جبال ليا كتفو خير شويه على رجل المذكور. هنا لقيت اخرى كانوا غادي ماركي وقت ديفونس هنايا، نعس واحد الواحد دقيقه 80 الهدو ديفاق بحال ديما الله يعطيك الصحه. كره جات عند ميش ولي ميش ولي عاود ضاعت لينا اخويا، ضاعت خويا الكره جات عاوتاني عند محمديه، محمديه السونتراج بوينينه ارجون كيحيدها، كانوا غيزقلونا هنايا. هنا كورة عند ناهيري، ناهيري باس لونغ طويل للمذكور، مذكور دخلت خيلة زوينة، زريدة زريدة ماشي مذكور، دخلت خيلة زوينة ولكن زريدة ما فهمتش. المهم انا دخلت خيلة ما يدير الشمل هالي بالدخلة هادي نقية كيف ما كتشوفوا الجارات. كورة عند زنيجي هنا، هنا واحد واحد خصنا الماركي واخويا خصنا نقلبوا على طروا بوا. كورة عند ميش ولي، مش ولي باس لكوياتي، كوياتي ولا لاعب في الباندا، عطينا شي بوينينا اخويا كوياتي، بوينينا 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 بينالتي هذا اخويا ضربه بالحليب جول بالحليب اخويا ضرب بيت نقي. هنا فين كيعجبك بالحليب يعني دابا واخا بغيت عايرو في الماتش كامل جابك تروا بوا واش فهمتي ولا لا؟ مسوقك شتا كيخربق ولا هذا كندوي على هذا الماتش بين قوسين، جابك تروا بوا المدرب مسوقوش بالحليب، كان كيعطي باساج خايبين ولا سيدي سكري. ولكن هادشي كامل هو كوياطي اللي عطا بيش واسيست اخويا، تبارك الله لك اخويا كوياطي. قبل ما يكون البيش كان بينالجي حد ضرب الديفونس في يدو كيف ما شفتوها، باغي يضرب حوته هو ما عادش باغي يدير الديفونس الزرق. هنا كوره عاوتاني عند بالحليب هو غيبدا يدير لنا في الطالونات والتمرقين بالحليب، واخا يبقى يخربق ماركه ماشي مشكله، لي باس غضرب لي في القدم كيخربق بالحليب كواري كاع كيمشي ولما نعطاها الله اعلم. هادشي اللي كاين نقومه تاو محسوبه لي اسيست ديال البيت الاول، ميش ولي كونترول ولا في الاحلام. هنا ضريبه خد اخويا المقعازي، المقعازي ميش ولي، ميش ولي الضريبه بالحليب، بالحليب ضريبه ميش ولي، ميش ولي فينيسيو ما كايناش اخويا، ميش ولي بحال ديما ابقاو ديما فحال هكذا الفينيسيو الكلمه الاخره ما كايناش نقومه، ما كايناش الشلغ بالبلخ تا هي النقومه اللي دخلتها هو دار بو ماتش ندينا 3 بوان قيه في المتسربح حيت باقي ما كيعرف التشكيله وتا هي اليوم. كيف ما شفتو قد هو التحليل اللي كان ديال الماتش، دوينا عليه دوينا على الاخطاء اللي كانوا بزاف ديال الحوايج، وين على الماتش كيفاش داز هادي من هنا بلا الحوايج اللي تزقلو. هادشي اللي كاين الجارات تحيه رجاوي تلاقاو في ماتش الثلاث اسفي خارجين هاد اسفي خصنا 3 بوان تقاتلو عليها. نشجعو المدرب الجديد، نشجعو الرئيس اللي هو كان رئيس درنا الديمقراطيه ولا رئيس بالزمنك وبالزمن اي واحد، ما يمكنش نكذبو 94 مول خارج ونتايقو 10 الناس، مليون واحد ولا 2 مليون تفرجو في اللايف، الناس صوتت، هذاك هو الرئيس بالزمنك وبالزمن. حنا نشوفو دابا الخدمه، الخدمه ديالو حنا كنتسناو بيها، نمشيو شي اشباح اللي باقي كتسناو بيهم. حنا راه كاينين مع الرجاء وليسونسيال الهدف الاول هو العصبه السوبر ديال الاهلي. تحيه رجاوي اللي بغا يدوز عندي الانستغرام هي مرحبا بكم اخويا عماد سكوادرا، ودير اخويا جيم ابوني ما تنساش باش الا بغيتي نخدمو واش نخدمو دير والو خمشيو بحالنا. تحيه رجاويه.